الله يشافيك ويعافيك، بارك الله بيك وبجهدك وعملك، يعني انت وصلت رسالة لكل العراق. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. ما شاء الله ما شاء الله. شلون صحتك؟ سلامات سلامات سلامات. الله يحفظك ويسلمك ويحميك ان شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك ويحفظك ويحفظك ان شاء الله. والله اني في الله يسلمك. الله يسلمك. اني في الفوز. انت تلهب مشاعرنا بعد. واحد يعني لا طول ما هو بقناعته وشعوره على انه دا يقدم ويضحي للعراقيين ان شاء الله. الله يحفظك. والله يسلمك. ما يقصرون ايضا يدخلون الاطباء، واحنا ايضا ما نقصر ان شاء الله. حاضرين شنو اللي يشوفوه مناسب انه للعلاج. سلامات سلامات. صحه وعافيه. صحة وعافية. سيد الرئيس اليوم كان حريص يزوركم إن شاء الله. إن شاء الله. والله بس نقدم شكرنا لكم طبعا وخدمتنا ممتاز. شلون صحتك هسه؟ نضيف للجروح. عفي عليك. شلونك؟ صحتك سلامتك. بارك الله فيك وعملك. طلع من العمليات. الحمد لله. معنوياته عالية وما شاء الله. ان شاء الله خير. العمليه شنو كانت؟ كانت تنظيف للجروح اللي اصابها طلع من الرئه. يا الله. طلقناها على بس ما في كسور بس مجرد. بارك الله فيك وعملك. بيتك ان شاء الله.